السلام عليكم، كيفكم شباب؟ شباب خير. اليوم جبنا لكم مقطع جديد وبتحديث جديد للعبة تراكر زفر وبي 3 بعد انتظار طويل، تقريبا شهر شهرين ما نزل ولا تحديث، واخيرا نزل التحديث المنتظر اللي هو 0.47.1. التحديث يا جماعة الخير فيه 3 اضافات، منن اول شيء في عنا الحدود البرية بين المدن، طبعا مثل جيشة او شو بتسموه انتم كتبوا لي في التعليقات، وبنفس الوقت في عنا اضافة تفاصيل للطرق مثل جسور مثل لوحات المرور وكذا. لا تضافونا التريلات الدبل، هلا رح ندخل نشوفه مع بعض ونشوف يا ترى محرزات او لا. طبعا بالنسبة للتحديث تبع الاونلاين او باقي الاشياء التانية اللي حكينا عليها سابقا لحد الان مو مبين عليها ايمت رح تنزل، بس ان شاء الله رح تنزل بخلال الاسابيع او يمكن بخلال الشهر الجاي ان شاء الله، لان يا جماعة الخير مثل ما بتعرفوا التحديث رح يكون ضخم، اني رح يصير حجم اللعبة كتير كبير، فمشان هيك عم بيحاولوا انه يجزئوا التحديث على فئات معينة. فلذلك يا جماعة الخير بداية لا تنسوا الصلاة على النبي ولك اشتركوا في زر صوتكم كل جديد، وهم الشيء الدعاء لأخواننا في غزة، وتابعونا حسابات الموجودين بصندوق الوصف ودعمكم للقناة خلينا نوصل 200,000 مشترك بأقرب وقت. والله يا جماعة بترككم على المقطع ومشاهدة ممتعة، ورح نبدأ أول شيء في الحدود البرية بين المدن. طبعا أنا صورت في بعض المناطق اللي عندي مثل زوريخ، ميونخ، مدينة نانسي أو باقي المدن الثانية. طبعا أغلب الحدودات كانوا بيشبهوا بعض بس بيختلف الأماكن تبعهم. طبعا انت رح كيف رح تشوف هدول الحدودات؟ رح تشوفهم عن طريق دخولك لمدينة معينة او عند خروجك لخارج مدينة تانية او كذا. في يا جماعة الخير بتشوف على الطريق طبعا في لوحات المرورية اللي ضافونا اجداد، مثل جسورة مثل طرق او مباني جديدة. تفاصيل هاي بامكانكم تشوفوهم عند دخولك لمدينة معينة او خروجك منها، وبنفس الوقت بتشوف الحدودات بهذا الشكل مثل ما رح تشوفوا في هذا المقطع. احط لكم انا مقاطع قصيرة للحدودات اللي صورت لكم اياهم. في حدودات تانية مثل بتشوف هيك مثل في تفتيش، وفي اماكن فيها تريل للغلاف الجانبي تبعها او هيك شيء، فهدول ان شاء الله رح اعمل عليهم مقطع تاني ونشوف باي مدينة موجودين. قيموناهم من 10، شو رايكم؟ انا بالنسبة لي شايف لكم اللعبة رايحة لمبدأ لعبة اليورو تراك سيميليتر 2، يعني تخيلوا هدول الحدودات وبنفس الوقت اذا كان نضاف الاونلاين ونضاف اشياء تانية مثل شاحنات جديدة وسيارات وهيك شغلات، يعني يضيفونا دي ال سي بامكانك تضيف مود سيارة او هيك، رح تصير اللعبة خرافية بكل معنى الكلمة. بس مثل ما قلت لكم المطورين يعني عم يحاولوا قدر الامكان انه ما يكبروا حجم اللعبة مشان تصير تستوعب اغلب الاجهزة، مثل الاجهزة الضعيفة لحد الان بتشغل اللعبة يعني، وبنفس الوقت يعني تصير اللعبة مناسبة للكل. فيا جماعة الخير هدول هن الحدودات البرية. خلينا ننتقل للاضافة الثانية اللي هي التريلات الدبل، وجينا مباشرة على قسم التريلات لحتى نشوف التريلات الجديدة ضافونا ياهن. مثل ما شايفين قدامكم رح نشوفهم مع بعض ونشوف هل يا ترى محرزين او لا. مثل ما شايفين عنا هاي اول تريلة، غالبا هي مثل سطحة صاير شكلها هيك غريب ويمكن مستخدم اكتر شيء بالدول الاوروبية. مثل ما شايفين قدامكم مكتوب اسمها اوبن، يعني مفتوحة، وفي عنا هاي الدوبلي اوبن اللي هي كمان مفتوحة بشكل تريلتين مثل ما شايفين دبل، فمبين عليها حلوة. مثل ما شايفين سعر 27,000، هديك حقها 18,000 مثل ما شايفين. ملاحظين قدامكم هاي الألوان هون بتصير مثل ما شايفين، هدول هن الدويليب أو الجنوطة، بإمكانك تظبط الجنوطة والدويليب على حسب ما تريد أنت. يعني هذا هو الوضع، إن شاء الله يكون عجبكم التحديث وقيمونا من 10. طبعا المقطع يعني حسيت لكم يا قصير شوي، فان شاء الله رح يكون في بسوس مباشره رح نجرب التحديث، نشوف الممرات اللي نضافوا جداد، وبنفس الوقت رح نجرب تريلات او اشياء تانية ونستكشف في الخرائط شو الاضافات التانية اللي صارت، مثل يعني احيانا في بيضيفوا لك مثلا مباني بتكون حلوه، طرق بتكون حلوه، هالاشياء هي. والله يا جماعه الخير لا تنسونا من الصلاه على النبي ولك اشتركوا في زر صوتكم كل جديد، واهم شيء الدعاء لاخواننا في غزه ودعمكم للقناه. والله يا جماعه بترككم بامان الله وسلام.